السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. بالنسبة اللي بيتفرج عليا لأول مرة ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة يفعل الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد. كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له. تردد جديد ظهر على النايل سات، لواحدة من أجمل القنوات اللي بتنقل المسلسلات الكورية والصينية المترجمة. يعني هتتفرج على المسلسلات الصين والكوري المترجمة بطريقة سهلة الوقت على النايل سات، وأيضا بتعرض مسلسلات حصرية يعني صعب تلاقيها على أي قنوات تانية. عشان نضيف القناة عندنا على الجهاز، لو القيمة اللي عند حضرتك خلاف اللي أنا بشرح عليها، كل اللي هتعمله هتدخل على الشروحات اللي بقدمها داخل قناتي، ومن خلال الشروحات هتعرف ازاي تضيف اي قناة او اي تردد على جهازك او على اي شاشة عرض بتحتوي على رسيفر داخلي بكل سهولة. نيجي بالنسبة لقائمة السان بلس وكل الاجهزة الميني اللي بتتعمل بنفس السوفت اللي قدام حضراتكم، وايضا تلات ارباع الاجهزة الميني الموجودة في السوق او اكتر من 90% هتتعمل بنفس الخطوات اللي انا هشرحها لحضراتكم دلوقتي. كل اللي هعمله عشان اضيف القناة او عشان اضيف اي تردد، هضغط من الريموت على زرار المنيو واقف على كلمة تركيب، وبعد كده اضغط اوكي، وبعد كده بقف على قائمة الترددات واضغط اوكي. ومجرد ما بدخل على قائمة الترددات هقدر اضيف التردد بتاعي بكل سهولة. نيجي بالنسبة للقائمة الانجليش، وده اللي هنكمل معاه الشرح. كل اللي هعمله عشان اضيف التردد، سواء القائمة اللي عند حضرتك بتتعمل بنظام الافق او الرأسي، كلها ايضا بتتعمل بخطوات ثابتة وخطوات واحدة. كل اللي هعمله عشان اضيف التردد، بضغط من الريموت على زرار المنيو واقف على كلمة انسليشن واضغط اوكي. هيظهر معايا قايمة وفيها ترانزبوردر ليست، بقف على ترانزبوردر ليست واضغط اوكي عشان اضيف التردد. وفي حالة ما الانسليشن مش ظاهرة معايا قدامي على الشاشة، كل اللي هعمله لو القايمة اللي عند حضرتك افقي او رأسي مش هتختلف، قلنا نفس الخطوات، كل اللي هعمله هضغط من الريموت على زرار المنيو واتحرك بالسهم اليمين او الشمال او فوق او تحت حسب القايمة اللي عندي. يعني القائمة اللي قدام حضراتكم دلوقتي بتتعمل بنظام الأفقي، بتحرك عن طريق السهم اليمين والشمال، وأيضا لو القائمة اللي عند حضرتك بتتعمل بنظام الرأسي، يعني بتطلع وتنزل في القائمة عادي، هي نفس الخطوات. مجرد ما هضغط على زرار المنيو هتحرك بالسهم اليمين والشمال، هلاقي القائمة بدأت تتحرك معايا والخواص كلها اللي في القائمة بدأت تظهر معايا على الشاشة. مجرد ما يظهر لي كلمة انسليشن او الخاصية بتاع الانسليشن بقف عليها واضغط اوكي من الريموت، هينقلني لقائمة تانية بقف فيها على ترانزبوردر ليست واضغط اوكي. هيظهر معايا قائمة الترددات واللي من خلالها هقدر اضيف التردد بتاعي. كل اللي هعمله بعد ما اضغط على الترانزبوردر ليست بزرار اوكي، هضغط من الريموت على الزرار الاحمر واكتب التردد بتاعي 12521، وانزل تحت على معدل الترميز بخليه 27500، وانزل على القطبية بغيرها بخليها فيرتيكال عن طريق السهم اليمين والشمال من الريموت. وبعد ما دخلت البيانات مظبوطة بضغط اوكي من الريموت، وبالتالي التردد هيتحفظ معايا. باجي للخطوة اللي بعد كده وانا واقف على التردد، هضغط من الريموت على الزرار الازرق، هيظهر معايا قائمة فرعية وفيها كلمة اسكان من فوق. ما بغيرش في القائمة ده اي حاجة، كل اللي هعمله هضغط على اوكي. ومجرد ما اضغط اوكي الجهاز هيبتدي يبحث معايا التردد والقنوات، هتنزل معايا بصورة طبيعية جدا. ومجرد ما السيرش بتاعي ينتهي هيظهر لي رسالة بالانجلش سيف سيرش ريزلت، فيما معناه هل تريد الحفظ؟ بتأكد ان انا واقف على كلمة يس، وكل اللي عامله اضغط اوكي. هيظهر معايا رسالة فرعية مكتوب فيها داتا سيفنج، يعني جاري حفظ البيانات. هنتظر لحد ما الرسالة دي تختفي من على الشاشة. ومجرد ما الرسالة تختفي أقدر أستعرض قائمة القنوات بزرار الأوكي. عشان أروح لآخر القائمة اللي في الجهاز وأستعرض القنوات اللي نزلت معايا على القائمة، هلاقي قناة جميلة جدا جدا مكتوب عليها ساوس تي في. القناة لسه نازلة بتاريخ الفيديو بتاريخ شهر 7 لعام 2021، بتقدم مسلسلات كوري وصيني، وقناة متميزة وفريدة جدا، وبتقدم الدراما الحصرية، والدراما دي بتبقى مترجمة، يعني سهل جدا ان انت تقدر تترجم كل الدراما وكل المسلسلات والفن المعروض على القنوات على القناة دي. اللوجو بتاع القناة تي في ان او ساوس تي في
او اللوجو التاني اللي موجود قدام حضراتكو دي تي في، عادي اللوجو لو اتبدل معايا في اي وقت مش مشكلة، اهم حاجة عندي المحتوى بتاع القناة، وزي ما قلت لحضراتكو محتواها جميل جدا جدا. والتردد بيعمل على جميع الاجهزة او جميع انواع الرسيفرات وجميع انواع الشاشات العرضة اللي بتحتوي على رسيفر داخلي. لو جينا نضيفها مع بعض ايضا، اضيفها لحضراتكو الوقت على الاجهزة الصيني، كل اللي هعمله هضغط من الريموت على زرار المنيو واقف على كلمة اضافة قناة واضغط اوكي. ده بالنسبة للقائمة العربي، وبالنسبة للقائمة الانجليش بيبقى مكتوب اد شانل، بقف عليها واضغط اوكي. وبعد ما بضغط اوكي على اضافة قناة هنزل تحت على اضافة مصدر واضغط اوكي. يبقى اول حاجة ضغطت على اضافة قناة بزرار الاوكي، وبعد كده بدخل على اضافة مصدر واضغط اوكي. هيظهر لي قائمة فيها اصفار، كل اللي بعمله بقف على تردد المصدر واكتب التردد بتاعي 12.521 واضغط اوكي، وانزل تحت بعد كده على معدل الترميز بكتب 27500 من الريموت واضغط اوكي، ويبقى انا كده ضفت التردد بتاعي وضفت معدل الترميز. واجي الاهم حاجة برضو اللي هي القطبية، بغيرها من النظام الافقي بخليها عمودي عن طريق السهم اليمين والشمال، وانزل بعد كده على كلمة حفظ واضغط اوكي، ويبقى انا كده حفظت التردد بتاعي. كل اللي هعمله بعد ما بحفظ التردد بقف على كلمة بحث واضغط اوكي، وبالتالي القنوات هتنزل معايا والجهاز هيبحث التردد من غير اي مشكلة، وتردد اشارته عالية جدا. بعد ما التردد نزل معايا اقدر استعرض قائمة القنوات بزرار اوكي. عشان اروح لاخر القائمة الاقي قناة مكتوب عليها ساوس تي في. القناة زي ما قلت لحضراتكم بتبث محتوى جميل جدا جدا، ومتخصصة في عالم الدراما الصينية والدراما الكورية المترجمة. اللوجو بتاع القناة ممكن يتغير معايا في اي وقت، وده حاجة ما تهمنيش او حاجة مش هتفرق معايا. اللي يهمني المحتوى بتاع القناة، بتقدم دراما وبتقدم برامج مميزة جدا جدا، موجودة على تردد 12.521، معدل الترميز 27500، والقطبية في او فيرتيكال او رأسي. قناة ساوس تي في قناة جميلة جدا جدا، بنصح الكل ينزلها على جهازه، وبتعمل بإشارة ثابتة على جميع الأجهزة وجميع شاشات العرض اللي بتحتوي على رسيفر داخلي. تردد جديد وحصري بهديل كل محبين القناة ومتابعين على مستوى العالم كله. وبكده حلقة النهاردة خلصت، استنونا في كل الترددات الجديدة والحصرية. أشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.